هنا كرة الآن المباراة في الدقائق الثلاثة الأخيرة. هذه الكرة وصلت الآن إلى سانشيز، عرضية خطيرة، جول رابع. فابريغاس يعرف هذا الملعب جيدا ويعرف هذه الشباك بشكل ممتاز، ويسجل الآن هدفا رابعا. تناقلوها صح، وصلوا صح، والكرة تستقر للاعب حرام، ليس من العدل بل من الظلم أن يبقى في مقاعد البدلاء، وياتي بالهدف الرابع. المرور كان جميل لتشيلي، الاستقبال كان أجمل، والنهاية يا سلام، هدف رابع يسجل الآن في المباراة، وصارت 4-1.